السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البطولة الوطنية المغربية. رغم من بعد ما كنا لعبنا الدورة الرابعة اللي كنا انهزمنا فيها أمام شباب المحمدية خارج الميدان في الملعب البشير، عندنا الآن شامبيونز ليغ مع فريق الريان، يعني ندوزوه تيكون شي ماتش مزيان هاد اللعبوه. يعني هاد الشامبيونز ليغ علاش ما كاينش الترجي والاهلي وداكشي، حيت ديجا انا دايرهم في الدوري حد الدوري البرازيلي، وهاد البطولة المغرب راه مصوبة في الدوري ديال الشينو. داكشي علاش ما كاينش الترجي والاهلي وداكشي. المهم ما عليناش، حنايا غندوزو هاد الماتش هذا تيكون شي ماتش مزيان ونلعبوه ونكمل البطولة ديالنا. باقي لنا الدورات بزاف وباقي لنا كأس العرش، وندوزو هاد الماتش بحال هكا. الوداد تاير لعابة، الرجاء كذلك، لو حنا ربحنا فريق الريان بواحد لزيرو تنكونو في المركز الثاني مجموعة دي. ندوزو هاد الماتش هذا. الوغ من بعد عندنا الدورة الخامسة، فريق الدفاع الحسني الجديدي لاعبين في تيراننا، شوفوا الميساج اللي صيفطوا لينا. اني انا راه جددت العقود اللعابة ديالي، هما اللاعبين ديالي كاملين جددت لهم العقد ديالهم حيت غيسالي لهم العام الجاي. غن اكسبتي الكريد اكسبتا الشباني كذلك، يعني حتى 2023 عندي سالي لهم العقد ديالهم، حنا يلا في 2019. يعني كنجددو ليهم ومن بعد يمكن نبيعهم، ماشي مشكل، احسن من ما غاديش تجدد ليه ويمشي فابور صدق انت ما رابحش فيه. وراح حطيت لكم الدراري الاوبسيون فايل ديال البطولة جديد، اللي بغى يتيليشارجي يدخل القناة عندي ويتيليشارجي. الى ما لقيتو الشعارات والتونيات راه وريتكم، داير لكم فيديو فين تلقاوهم، يعني الى ما خرجوش ليكم هكا تيليشارجيو البطولة قصروا فيها. وان شاء الله انتدابات هادو ديال هاد العام لعابة جداد لي جاو، دابا نصاوبهم ونحط لكم باتش جديد ان شاء الله تتبدا البطولة ديال المغرب. ديك الساعة راني معاكم ان شاء الله. احنا راه كمالين البطولة ديالنا، وفي نفس الوقت من يجي الميركاتو راه غنجيبو دوك اللعابة اللي كاينين دابا. يعني كما كتشوفوا هما اللعابة كاملين جددنا لهم العقد، تيبقى غير مجاهد يعني مجاهد هو الوحيد اللي بان ليا ما بغاش يجدد. خليو حتى من بعد ونعاودو نعطيو كونطرا.
الله، الترتيب ديالنا الدراري حنا في المرتبة 12 بأربعة النقاط. نمشيو ندخلو ان شاء الله لماتش نيشان. التشكيلة ديالنا هي هادي، التشكيلة ديالي لعب شو خسرت الماتش اللي فات، نقدر نلعب ميمي هنا، نخلو نخليه بونتوش دخل الرحول، ندخل على بركة الله. يعني توني الكحل الدراري ما عمري لعبت بيه، نجربوه شوية، عمرنا لعبنا بتوني كحل. إذا كما قلت ننتظر لقاء مفتوح بين الفريقين، جيش الملكي في الرتبة الرابعة، 16 نقطة بعد انتصارات، 4 تعادلات وهزيمة. سجل خط الهجوم 13 هدف في المرمى ديالو، 10 اهداف في الوقت لفريق الدفاع الحسن الجليدي رتبه 14، وبالتالي هناك ضغط على فريق الدفاع الحسن الجليدي، 10 ديال النقاط، انتصارين، 4 تعادلات، ومني بأربعة. زائم سجل الخط الهجوم 10 ديال الاهداف ودخل المرمى ديالو 14 اصابه. اجواء جميله هنا بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، وبالتالي ننتظر كما قلت لقاء قوي بين الفريق. اعتقد للاعب موكوكو بسبب الورقه الحمراء اللاعب الكونغولي، اذا تعتقد انطلاقا لهذه المواجهه ننتظر كما قلت اللي تعتبر الانتداب ديالو مهم جدا بالنسبه لفريق الجيش الملكي. جلال الدودي لاعب سابق لاولمبيك ازفي للدفاع الحسن الجليدي فراس داخل المعترك، فرصه تسديد تسديده في جانبا كانت تسديده، ولكن مشات بعيد شيئا ما على مرمى الحارس ايوب الكرد. متابعه تمت فرصه خطيره في فريق الدفاع الحسن الجليدي، الدخول داخل المعترك وتدخل ممتاز، تدخل ممتاز لانه كانت فرصه، محاوله متازه هذه الفرصه لافاده فريق الجيش الملكي، والتدخل والخطا الحكم، حتى الحكم المساعد رفع رايه، خطا امام لاعب رضا سليم وسرعه رضا سليم، تدخل كان من معد شقاق لكي تلقى الانذار، انذار تابع من جديد، تدخل كان امام رضا سليم من طرف المدافع معاد شباك، القادس القرار وبالتالي خطا لفائده فريق الجيش الملكي، وانذار لمعاد شباك. عمر الجراري تعبئه الكره دائريه داخل المعترك، وتدخل الدفاع دائما خطوره متواصله داخل المعترك، محاوله ابعاد الكره كانت مطالبه بلمسه يد، الحكم كان قريب كيطلب مواصله اللقاء، اصبح على المرتد الهجومي لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي من الجهه اليمنى. النتائج ما مشاتش مع الاطار الوطني، ثم ان فان دي بروك لتصل خلال الجوله الثالثه امام بيراميدز 2-0. هذه فرصه تدخل ممتاز دائما الخطوره وابعاد الكره، كانت فرصه لفائده فريق الجيش الملكي بواسطه المالي ابو بكر تونغارو، كان تدخل ممتاز للحارس سفيان، لفت الشرط في اتجاه جوزيف جيدي. رضا سليم هذه فرصه وابعاد الكره، كانت فرصة الهدف الأول في عدد فريق الجيش الملكي، كان قلنا أنه كان هناك تباطؤ في إبعاد الكرة وإبعاد الخطورة، تابعنا خصوصا السرعة ديال رضا سليم لجوزيف غيتس، المراوغة تمرير عند رضا سليم من الجهة اليمنى، رضا سليم يحاول يرفع الكرة بالفعل داخل المعترك، وفرصة الهدف الأول، جوزيف غيدي مرة أخرى يخطئ المرمى. كانت فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي اللي كان من جديد قريبا من الوصول لمرمى الحكم. تونغارا مراوغة ديال أبو بكر تونغارا، محاولة التسديدة وممتازة جوزيف كيدي، رغم أنه التسديدة ما كانتش بالقوة، وتدخل صوفيا بالروح، ولكن محاولة اللاعب محمد الخلوي، رفعت الكرة تدخل لنجم الدين إبراهيم، فريق الجيش الملكي تسديده وتدخل الحارس سفيان بن رحوم، كانت فرصه لفائده ممتازه عند لعيب ابراهيم دحمون، هذه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي، تدخل مره اخرى لعبد الحميد فراس لكي يبعد الكره ويبعد الخطوره. تابعوا من جديد هاد بن رحوم، رضا سليم تعبئه الكره داخل المعترك الراسيه، ممتاز
سفيان الرعو يتدخل ويبعد الكرة مرة أخرى للزاوية. كانت فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي. تابعوا مرة أخرى، تابعوا الزاوية من الجهة اليمنى، تابعت مباشرة الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي. وموقع على تسليم، الموقع على تسليم لعب الكره مباشره للمرمى. الكره تتطم بقائم الايسر وتعانق مرمى الحارس سفيان برحو. هدف جميل ديال فريق الجيش الملكي، وقلت بان الكرات الثابته بامكان استثمارها، وبالتالي انها تعطي الهدف. سفان فاندن بروك المدرب البلجيكي فرحه، وفرحه لاعبي فريق الجيش الملكي بهذا التقدم. واعتقد بانه الدقائق الاولى ديال هذه المباراه تعطي اشاره بانه الجيش الملكي يبحث عن هدف التقدم. لاعبي محمد الخلوي البحث عن انطلاقه مع تونغارا ثنائيه. فرصه ممتاز، تدخل الحارس سفيان برحو. تابعنا هذا للثنائيه وهذا الانسجام بين لاعب تميع الجديدي وسط لاعب عبد الاتحاد. رفع الكره داخل منطقه التدخل، دائما الخطوره مهدي قراص مصطفى شيشان. الحكم كيمنع خطا، الحكم يمنع خطا لفائده فريق الدفاع الحارس امس. مهدي قراص يستعيد للتنفيذ، تعبئه الكره ممتازه، تدخل رائع للحارس ايوب الكرد. سددت يعني بطريقه ممتازه من المهدي قراص، وحتى التصدي كان تصدي يعني من حارس كبير. حميد فراس رفع الكره داخل المعترك، هذه فرصه تسديده دائما خطوره. كان اذا نهايه الجوله الاولى بتقدم فريق الهجومي اللي كنعرفوا شعيب المبتول. امكانيات كبيره، هذه فرصه تدخل، والحكم كيمنع خطا. الحكم يمنع خطا لفائده الحكم جلال الدودي. يسدد مباشره، تدخل الحارس سفيان برحو اللي كيبعد الكره للزاويه. قلت بان جلال الدودي لاعب اللي كيمتاز بتسديدات القويه والمركزه. تسددات قادر لتسديد مجهود يعمل امامه لاعب نجم الدين ابراهيم. رفعت كره ممتازه، فرصه تسديد، ولكن جلال الدودي كيستعد التنفيذ. تعبت كره مباشره مره اخرى، وتدخل الحارس، تدخل الحارس سفيان برحو. جلال الدودي تابعوا التسديده القويه طبعا. عشر دقائق هيتشكوكيا، سنتابع تسديده لاعب مفيد، سنتابع مره اخرى ضربه راسيه، لكن جانب الفريق الجيش الملكي يقاتل من اجل ادراك التعادل، يعلم بانه يسعى للاقتراب اكثر من فريق الرجاء الرياضي، ويمكن اقول في مسيره موفقه فريق الجيش الملكي هو الحصان الاسود، وشكل مفاجاه من العيار الثقيل. ليس هذا ينقص من حجم قيمه فريق الجيش الملكي السباق للتتويجات، لكن بطبيعه الحال لم يكن احد يراهن على فريق الجيش الملكي على هذا التركيب البشري ان يخطو خطوه كبرى. جمعة مسعود فقد بوصلة التركيز، لكن الحكم أعلن عن خطأ تعود بسرعة الآن لفريق الجيش الملكي. فريق الدفاع الحسن جيدي يريد البحث عن انتصار، طال انتظاره، هو الانتصار الذي سيكون رقم 7. المرحو محاولة خطيرة، أي 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 أي. سنتابع ماذا سيكون قرار الحكم في هذه المحاولة الأخيرة. سفيان برحو نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة عقب هذه المحاولة الأخيرة. كرة عالية أمامية من خلال هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي متابع هذه اللقطة من مختلف زوايا. هذه محاولة أخرى، جمعة مسعود كيف اعتقد بأنه هذا اليوم تمكن من الكرة، ولكن الحكم كان قد اشار الى ان هناك خطا او تسرع، لانه في بعض الاحيان اكيد مع هذه الديناميكيه لهذه اللحظات وهذه الدقائق التي تتميز بالسرعه. شاهدوا بن شيخه انتصار، طال الانتظار الى حدود هذه اللحظات، انتصار طال الانتظار، هذا هو شعار هذه المباراه بالنسبه للفريق الجديد والعنوان الابرز لهذه المباراه التي لم تحسم بعد بطبيعه الحال.
تابع هذه المحاولة الأخيرة بالفعل ما كانش يعني الأمور التي تكون واضحة بطبيعة الحال تستلزم الحسم، لكن الأمور التي يمكن أن تخلق الجدل نتركها لطاقم التحكيم خصوصا الفار الذي يحسم في الحين واللحظة. تعود الآن محمد الخلوي، هجمة الآن للفريق الجيش الملكي خطيرة، نجم الدين إبراهيم، رعب ما بعد رعب يعيشه دفاع فريق دفاع حسن جديد يعيشه، لأنه أكيد بأنه هذه الدوران هي صعبة كيف لا، وأكيد بأنهم قبل المباراة كلهم يشاهدون المباراة السابقة بطبيعة الحال على تطبيق أسنان تيك أون لايف، وبالتالي متابعة كل صغيرة وكبيرة أيضا نذكركم خلال البث الرقمي على كل مواقع التواصل الاجتماعي الديجيتال من أجل تقريب لكم المعلومة في كل حين ولحظة. نتابع الآن مرة أخرى للدرعي، الدرعي كمرر في اتجاه من تعود مرة أخرى، سانتيراس يسرق هذه الكرة ولكن تمريرة ستكون فقط أقرب لمونتيري، أقرب لمونتيري من خلال هذه المحاولة الأخيرة. الحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ، ليس هناك هامش لتضييع ولو ثانية بالنسبة لفريق الجيش الملكي. لحظات تمر بسرعة على أبناء القلعة العسكرية، فعلا فريق الدكان فريق الجديدي هي دقائق يكملها بشكل أنفس، خصوصا في ظل هذه المباريات التي تكون متتالية وفي ظل صعوبة المباراة وأيضا صعوبة الوضع في سلم الترتيب. إذن نهاية المقابلة الدراري بنتيجة التعادل، أحسن لاعب كان هو جوزيف كيدي والخلوي اللي دخل عطى انتعاشة في الشوط الثاني، كان هدف مكلف من الشباني هو اللي دار الخطأ. إذن النتائج تكون على الشكل التالي، يعني الديربي هو سالب 0-0، أكبر مستفيدين من الدورة كانت الحسنية اللي ربحت 4-2، وحنايا تنكونو في المرتبة 12 طلعنا بخمسة النقاط، إذا الجولة الجاية عندنا إن شاء الله شامبيونز ليغ مع الأهلي، نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله الدراري.